كيفك يا نور الدين؟ أكيد تذكرتني ما؟ أهلين لمعت خالد. أهلين فيك. بعد زمان يا نور الدين اللي أنا وهدي. صار عندك عز وجاه وبعده عندك نفس الهيبة نفس الطلة. أنا اللي كنت ناوي أشيلك على كفوف الراحات وأصبك جوات العين والروح. بترفضني بترفضني أنا بنت الحسب دل علي بنت شقفة شرشوحة. ايه شو علي؟ بسيطة. الحقيقة أنا دريت بمصاب بنتكم مريم وزلت عليها كتير. إن شاء الله ما بتشوفوا شر. الله يبارك فيك يا لمعت خانم، وما بتشوفوا مكروه لا أنت ولا عيالكم. الله يسلمك يا رب. خليك قاعد يا نور الدين، قلت لك خليك قاعد. مرتفع صوتك هالايام يا لمعت. من يوم يومي صوتي مرفوع وعالي. شو بدك؟ جاي صفي حسابي معك. ما في بيناتنا حسابات يا لمعت. في وفي كتير كمان. ايوه انت كيف بتفوتي لعندي بلا احم ولا دستور؟ خايف يا نور الدين؟ لا يا لمعت، انا خايف عليك. لا تخاف، انا من زمان عم رتب لهالموعد. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. احكي. جاي اقول لك قديش قليل اصل وما حافظت على الخبز والملح. أنا ما بسمح لك. وأنا ما سألتك لحتى تسمح لي. شو في براسك؟ هيك؟ هيك يا نور الدين؟ تتركني وبتركض ورا نورية بنت أميمي؟ بنت الأميمي اللي عم تحكي عنها صارت مرت الزعيم نور الدين لنواتي. ولك إذا بتتجوز رئيس الوزارة رح تضلها نورية وبنت أميمي. شو بدك أحكي؟ هيك يا نور الدين؟ بيوم وليلة بدري أنك تجوزت يا قليل الأصل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنك مو من توبي يا لمعت، مو من توبي. لكن بنت الأميمة من توبك؟ أنت بتعرفي إنه أهلك فوق، فوق كتير. وأنا؟ أنا كنت بدي طلعك لفوق. بعرف يا لمعت، بس ما تجرأت. ليه ما قلت لي؟ ليش ما حكيتني؟ كنت فديتك بروحي. هذا اللي صار. وتركتني أنا أنحرق أيام وليالي بدون ما حدا يحس فيني؟ كل واحد بلبس منتوبه يا لمعت. لك لهلأ لهلأ غرقانة بالأسى والدموع لهلأ. يا بنت الناس عيب، انتي صرتي على ذمة رجال ابن عالم وناس. ما عم تطلع مني يا نور الدين، ما عم تطلع مني.
بطلع مني بحل واحد بس. كيف؟ اقتل مراد، اقتل مراد وروح حج انا وياك على مكان ما حدا يعرفنا فيه. جنيتي؟ لك انا من زمان جاني، من زمان جاني فيك. استغفر الله العلي العظيم. لك بدي اياك يا نور الدين، بدي اياك. اطلعي لبرا. شو؟ اطلعي لبرا. ما حذرت منه. لا تفضحي ذاتها من الناس، اطلعي لبرا. هذا اللي رح يصير، رح افضحك. طلعي! هيك؟ بهالبساطة عم بتقلي اطلعي لبرا؟ طلعي! رح اطلع. اسمه قبل ما سكتك كل الامر يا نورتي. كان بحبك.